بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجنا المسيحيه تتحدى الالحاد والفكر المعاصر. بنتكلم في موضوع موثوقيه العهد الجديد تاريخيا من ناحيه التاريخ، جغرافيا من ناحيه الجغرافيا، لغويا من ناحيه اللغه، حضاريا من ناحيه الحضاره، عشان نثبت وناكد للجميع دقه وصحه كل حرف في العهد الجديد. النهارده بنعمه المسيح هنبتدي الحلقه رقم 35 اللي هنكمل فيها شهادات من خارج المسيحيه. النهارده ناخد شهاده الكتاب اليهود والعلمانيين للعهد الجديد. يعني ليه شهادة الكتاب اليهود العلمانيين؟ في بعض العلمانيين كتبوا كتابات اللي هم المؤرخين الرومان واليونان والسوريين، وفي طبعا التلمود كتب حسب شهادة اليهود. لما نيجي نقول التلمود واليهود، في بعض الكتاب اليهود هم اصلا رافضين المسيح، ونتيجة رفضهم للمسيح اتهموا أمه باتهامات بشعة وسموه ابن بنديرة بمعنى ابن الزنا. ما يعنينا أنهم كتبوا كتابات بتأكد صحة كل ما قيل عن الرب يسوع المسيح من ناحية صلبه، من ناحية قيامته، من ناحية الأمور دي كلها. وإن كان هم رفضنها لكن هم بيتكلموا عنها، ده إيمان المسيحيين في وقت المسيح نفسه، في الفترة بعد صعود المسيح مباشرة، أو على الأقل إيمان المسيحيين في القرن الأول. أما نيجي نكتب نشوف الكتاب اليونان، لازم نحط في اعتبارنا عدة ملاحظات. رقم واحد، هم ما سجلوش حياة المسيح وتابعوها خطوة بخطوة زي الإنجيلين. حتى اليهود ما عملوش كده. ليه؟ لسبب بسيط جدا. هو كان اليهود معتادين لكل فترة يطلع شخص يدعي إنه المسيح، يلم حواليه مجموعة من الناس تقف قصاد الإمبراطورية الرومانية تدمره. وسفر أعمال الرسل بيذكر لنا حادثتين، أو الإنجيل وسفر أعمال الرسل بيذكر لنا حادثتين من النوعية دي. إن أحد واحد بيدعى إنه المسيح، فبيلاطس جاب اللي معاه ويعني دعكوهم في الأرض دعك. فحكاية إن كل شوية واحد يظهر ويقول أنا المسيح، فدي كانت طبعا بالنسبة لهم هلوسة يهودية، سواء من جهة اليهود نفسهم أو من جهة المؤرخين التانيين، فمش هيهتموا، فبيعتبروا ده شأن يهودي. واليهود بيبصوا لهم طبعا بحكم إنهم بيؤمنوا بالإله الواحد، نظرة المجتمع الروماني لليهود على أساس ناس يعني في حالهم، مش في حالهم بمعنى يعني ناس هادين وكويسين، لا أقصد ناس ليهم عقائدهم الخاصة بيهم واحنا بنحترمها، لان الدوله الرومانيه عشان تحافظ على كل الامبراطوريه بتاعتها كان من الطبيعي والضروري ليها انها ما تهاجمش الاديان، مش من مصلحتها. لكن هجمت اليهوديه لسبب، دي نقطه جوهريه ومهمه جدا لازم تحطها في الاعتبار. اليهود كانوا دايما يقولوا حسب ايمانهم واعتقادهم ان المسيح هيجي، المسيح المنتظر هيجي، هيحارب الرومان، هتنزل معاه جيوش سمائية تحارب مع الرومان، فيدمر الرومان ويعمل امبراطورية جديدة يحكمها اليهود، ويجلس المسيح على كرسي على جبل صهيون، ومن جبل صهيون يدير العالم كله مدة 1000 سنة، كل شيء فيها يتحول إلى 1000. ده كان أمل اليهود، فكانوا بيشيعوه. هذا الكلام اعتبروا الرومان مضاد ليهم، فكانوا بيكرهوا اليهود لدرجة ان نيرون ويأصدر امر بطردهم. وبعد من نيرون يعني ما كانوش مقبولين في روما عموما، كانوا مكروهين جدا من الرومان. لما ظهرت المسيحية، فالمسيحية من وجهة نظر الرومان واليونان اليونانيين، هما طبعا كان عندهم حاجتين مهمين. رقم واحد، بيلاطس كان والي اليهودية، ولانه كان والي اليهودية فالأحداث المتعلقة بمحاكمة الرب يسوع المسيح وصلبه وما يحيط بشخص الرب يسوع المسيح بشكل عام، بعتها بيلاطس كتبها كشيء طبيعي، لأن ساعة صلب المسيح كان في ما يشبه الثورة الضخمة، وكان لازم بيلاطس يخمدها، لأن احنا زي ما عارفين اليهود قالوا له ايه،
إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. يعني أنت لو سبت المسيح ما عدمتوش أو ما صلبتوش أو ما نفذتش فيه حكم الموت يبقى أنت إيه؟ معادي لقيصر. فطبعا خاف. كويس؟ وقال لهم إني بريء من دم هذا البار وغسل إيديه. فبالتالي هو بعت تقرير بيقول له فيه ما سمعه هو شخصين بيلاطس عن الرب يسوع المسيح وما دار والمحاكمة والصلب وإن المسيحيين أو تلاميذ المسيح أشاعوا أنه قام من الأموات، خاصة أن امرأته أنظرته زي ما ذكر الإنجيل القديس متى أثناء المحاكمة قالت له إياك وذاك البار لأني تألمت كثيرا في إيه؟ تألمت كثيرا في حلم من أجله. فطبعا بيلاطس وفي نفس الوقت يسأل المسيح يقول له أنت ملك، وبعدين يلاقي التهم رهيبة عمال تلقى عليه وهو ما بيحاولش يدافع عن نفسه، وبعدين يقول له مملكتي ليست من هذا العالم. فكتب بيلاطس تقرير بعته لمين؟ بعته للإمبراطور الروماني، أشار إليه اثنين من آباء الكنيسة الأولى، يوستينوس الشهيد اللي توفى حوالي سنة 150 ميلادية، اللي بعتها آسف حوالي سنة 150 ميلادية، وبعد كده ترتليان او العلامة ترتليان اللي هو من روما اللي كان بعتها او تبع يعني روما، فكان بعتها بطبيعة الحال كان بعتها للامبراطور الروماني. فيوستينوس اشار في رسالة ليه للامبراطور الروماني وترتليان اشار في رسالة ليه للامبراطور الروماني الا ان عندك تقرير بيلاطس شوف بيقول فيه عن المسيح. فواضح ان لحد وقتهم كانت هذه الوثائق موجوده في القصر الامبراطوري في روما. بدل بيقول له عندك الوثيقه اقراها. كويس؟ لكن هل المؤرخين الرومان تابعوا المسيح وكتبوا تفصيلات؟ بطبيعه الحال لا، لان في البدايه لم ينظروا لاهميه شخص المسيح. هم شايفين ان ده شان داخلي، كل شويه يطلع واحد يقول انا المسيح. كويس؟ ويسوع الناصري ده اعتبروه كواحد منهم، لكن لم يدركوا الأهمية إلا بعد انتشار المسيحية في العالم. لقوا إن المسيحية بتنتشر بسرعة في وسط الناس بسبب المعجزات اللي كانت بتجرى على أيدي الرسل، يعني الرسل هم بيوعظوا وهم بيبشروا بالرب يسوع المسيح، كانوا بيجي لهم ناس عمي وعرج ومفلوجين إلى آخره. ومرضى بانواع امراض كثيره حسب تعبير القديس لوقا، فطبعا كانوا بيصلوا عليهم باسم يسوع وكانوا بيشفوا، فده كان بيخلي الناس تؤمن. عشان كده القديس مرقس في اخر الانجيل يقول ايه؟ واما هم فخرجوا التلاميذ وكرزوا والرب يعمل معهم بالايات التابعه. او الرب يؤيدهم او يعمل معهم بالايات التابعه، فدي كان خلت عدد ضخم ايه يؤمن. فهنا الرومان لما لقوا عدد ضخم بيؤمن بالمسيحية كويس وان المسيحية بصلها كشيعة يهودية، يعني ايه كشيعة يهودية؟ احنا عندنا مثلا المسيحيين ما في تقريبا يعني بشكل عام مقسوم من ثلاث طوائف، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فالارثوذكس مسيحيين شيعة مسيحية، الكاثوليك شيعة مسيحية، البروتستانت شيعة مسيحية. كويس؟ فهم اعتبروا ان المسيحيين دول كشيعة يهودية، طائفة يهودية. كلمة شيعة في اليونانية هيرسز اللي هي تحولت بعد كده الى هرطقة، فبقت تطلق على هرطقة فقط والهرطقات. فهم بصوا المسيحية كشيعة يهودية، بالتالي حاربوا المسيحية بعنف، لان اليهودية بتقول المسيح هيجي وهتساعده جيوش سماوية وهيهزم الامبراطورية الرومانية وهتزول الامبراطورية الرومانية وهيحكم العالم على جبل صهيون. المسيحية قالت المسيح بالفعل جه، وان المسيح هو ملك الملوك ورب الارباب، هو ملك الملكوت السمائي وليس الملكوت الارضي. لكن الرومان ما فهموش كده. الرومان يعتبروا ان الفكر المسيحي مساوي للفكر اليهودي، فاضطهدوا المسيحية بشدة من منطلق ان المسيحية دي خطر على الامبراطورية الرومانية نفسها. من هنا لما كتب الكتاب كتبوا من خلال المؤمنين المسيحيين الاول،
يعني الكتاب اللي كسوا كانوا في روما، في اليونان، في سوريا، المناطق والمناطق المحيطة بفلسطين. وطبعا ان المسيحية انتشرت عندهم بكثافة، لان القديس يوستينوس سنة 150 ميلادية بيقول للامبراطور الروماني احنا موجودين في كل مكان، حتى القصر بتاعك احنا موجودين فيه، في مسيحيين. المكان الوحيد اللي بيخلو من المسيحيين هو اماكن هياكل معابدكم، ده اللي ما تلاقيش في مسيحيين، مش هتخشوا تعبدوا لالهتكم. من هنا عارف المؤرخين الرومان واليونان والسوريين الايمان المسيحي وشخصية المسيح من خلال المؤمنين المسيحيين، لان زي ما قلت هم الاول ما اهتموش، ده شأن يهودي او مسألة الديانات عموما، ده شأن يخص كل ديانة في كل بلد ولا في كل قبيلة ولا في كل مكان. لكن بعد لما انتشرت المسيحية وعمت الامبراطورية الرومانية بنسبة عالية على جانبي البحر المتوسط في شمال افريقيا اللي حاليا المغرب، الجزائر، تونس، بعد كده ليبيا، جنب منها طبعا مصر، نخش فلسطين، وراها شبه الجزيرة العربية والأردن، وراها فارس وجنوب الهند، وبعدين العراق كلها اللي هي سوريا الكبرى اللي بتضم سوريا والعراق، كويس؟ بعد كده طبعا آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، بعد منها البلاد اليونان والبلاد المكتسحة بعديها، إيطاليا اللي هي حاليا متقسمة، إيطاليا، أسبانيا، البرتغال، ورا فرنسا، كانت وصلت المسيحية ألمانيا. فانتشرت المسيحية في كل هذه الأماكن، فالوثنيين عرفوا قصة المسيح من المسيحيين، المؤرخين الرومان عرفوا قصة المسيح من المؤمنين المسيحيين. تقول لي طب هم ليه ما سجلوش؟ يقول لك لأنه ما اهتموش أصلا، لأن ده كان شأن من وجهة نظر هؤلاء الكتاب إن ده شأن يهودي داخلي. دول جماعة مجانين كل شوية يطلع فيهم بيتمنوا مسيح يجي يكسح العالم ويملكهم 1000 سنة، وفي 1000 سنة كل شيء يتحول لألفي. يعني ايه الألفي؟ الفدان مثلا لو هيجيب انطار يبقى يجيب 1000 انطار، حباية العنب تبقى بحجم حباية العنب الحالية 1000 مرة، البطيخة مش عارف ايه، المهم يعني الانتاج هيتضاعف في كل شيء 1000 مرة. فطبعا اعتبروا الناس دي مجانين، فلما يجي المسيحيين اعتبروهم زي ما قلت شيعة يهودية. عشان كده كانوا بيسخروا، الكتاب الرومان بيسخروا من المسيحيين، ازاي الناس دي تتعبد لشخص وهذا الشخص صلبه بيلاطس البنطي، والصلب عار، لان ما بيتصلبوش الا اصحاب ابشع الجرائم، والصلب عار. فازاي الناس دول بيعتبروا هذا الشخص المصلوب الاله بتاعهم ويرنموا له ويصلوا له؟ ومن هنا قدم لنا المؤرخين الرومان من خلال اما نقلهم صوره المسيح كما يؤمن بها المسيحيين، او سخريتهم من المسيح كما يؤمن به المسيحيين، قدموا لنا شهاده ثمينه جدا بتاكد ايمان المسيحيين في القرن الاول، سواء في النص من نهايه النص الثاني، النص الاول، او في النص الثاني ككل. لما نيجي نبدا دلوقتي هنبدا مثلا بشهاده اليهود، كويس؟ من اهم الشهادات عندنا الموثقه ولا تعتبر ذات قيمه شهاده مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس. يوسيفوس ده من مواليد ولد سنه 36 ميلاديه، عاش لحد سنه 100 ميلاديه، يعني عاصر كل تلاميذ الرب يسوع المسيح. هذا الرجل كان ليه دور كبير لما الرومان حصروا، لما اليهود قاموا بثوره سنه 66 ميلاديه ضد الرومان، حسب فكرهم ان المسيح هيجي ويظهر ويبتدي الجنود الرومان، الجنود السماويه تساعده ويستولى على العالم، فحصلت ثوره، فجم الرومان حصروا اورشليم وحصروا الهيكل. فكانت نصيحة يوسيفوس يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده هوس ديني، ما ينفعش، انتوا كده بتعادوا اكبر امبراطورية. فعرف تيتوس كان الاول امبراطور هادريان هو اللي ابو تيتوس هو اللي كان محاصر اورشليم ومات، كمل ابنه تيتوس اصبح امبراطور الامبراطورية الرومانية. لما عرف موقف يوسيفوس خدوا في صداقته
وسمح له بياخد الكتب اللي هو عاوزها من الهيكل، ودي كانت حاجه كويسه خدمه للايمان المسيحي فيما بعد. فيوسيفوس بحكم انه عاصر الرب يسوع المسيح، عاصر تلاميذ الرب يسوع المسيح، فنقل شهادات معينه بتاكد صحه كل ما علمه لنا او ما سلمته لنا الكنيسه. لان زي ما بقولت ان هو عاش في الفتره من 36 ل 100 ميلادية، يعني في أوج انتشار المسيحية وفي أوج انتشار الكرازة المسيحية في كل مكان. فأول شهادة ليه هو شهد للقديس يعقوب أخو الرب. يقول لنا إيه؟ تصور حنانيا اللي هو رئيس الكهنة في الوقت ده الحاكم المسيح اللي كان مع قيافة، تصور حنانيا انه بموت فيستوس الوالي الى الاب، عشان بس نفهم كلام يوسيفوس، ان بعد بيلاطس جه واحد، جي طبعا جه فيستوس الوالي مات، فروما عينت واحد تاني طبعا عشان يجي من روما عن طريق البحر وبعدين يعدي على سوريا وبعدين يجي يخش يحكم اورشليم والمناطق اللي حواليها تاخد شهور. فاليهود انتهزوا هذه الفرصة ومسكوا القديس يعقوب وقتلوه. كويس؟ فيقول لنا ايه؟ عشان نبقى فاهمين القصة. ده يوسيفوس، تصور حنانيا اللي هو رئيس الكهنة انه بموت فيستوس الوالي وان البينوس الوالي الجديد اللي جاي مع مكانه كان لا يزال في الطريق فرصة. فجمع كل مجمع السنهدرين من القضاة واحضر امامهم اخو يسوع الذي يدعى المسيح. يبقى اولا هنا بيشهد ليسوع وبيشهد لاخوه اللي هو مين؟ يعقوب الصغير المعروف او الملقب بيعقوب اخو الرب. كويس؟ واخرون معه او بعض رفقائه، يعني من الناس اللي بيكرزوا معاه، ليقفوا امامه، وبعد ان وجه اليهم الاتهام بمخالفة الناموس سلمهم للرجل. فرجموا يعقوب اخو الرب. فهنا الشهادة مزدوجة، شهادة ليسوع نفسه وشهادة الأخو يسوع اللي هو يعقوب الصغير أو يعقوب أخو الرب، وإنهم حكموه ورجموه. رجموه ليه؟ لسبب بسيط، لأن اليهود اعتبروا المسيحيين دول بمفهوم نحن هرطقة، زي ما نقول الهرطقة الفلانية، هرطقة أريوس، هرطقة نسطور، أي هرطقة ظهرت في التاريخ، فاعتبرهم زي هرطقة. وطبعا لما يقولوا ان المسيح، ان يسوع الناصر هو المسيح المنتظر ويكرزوا به في العالم كله ويؤمن به الناس في كل مكان، اذا زي ما قال قيافه ان امتنا هتضيع، خلاص هيجي الرومان ياخدوا امتنا، كله هيبقى مسيحي، هيؤمن بالمسيح ويبقى مسيحي، مش هيبقى فيه تميز لليهود، مفيش امتياز لليهود، مش هيبقى فيه مسيح منتظر. عشان كده وقفوا ضد هؤلاء الناس. القديس بولس طبعا يقول لنا ان في احدى المرات اللي راح فيها اورشليم، يقول ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكن لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخو الرب. يعني في المره دي بعد ما امن بالمسيح بعدها ب3 سنين راح اورشليم فعشان يتعرف ببطرس باعتباره اكبر الرسل سنا، فما لقاش غير بطرس من الرسل ال 12، تلاميذ ال 12 يعني، ما لقاش غير بطرس يعقوب اخو الرب. كويس؟ نلاقي يوسيفوس يحكي لنا قصة يوحنا المعمدان أو الاستشهاد يوحنا المعمدان كما وردت في الأناجيل الثلاثة الأولى، فيقول لنا إيه؟ اعتقد بعض اليهود أن الدمار الذي لحق بجيش هيرودس كان من الله، وكان جزاء عادلا لما فعله بيوحنا الذي يطلق عليه اسم المعمدان، لأن هيرودس قتله، وكان يوحنا رجلا صالحا اللي هو يوحنا المعمدان يعني، وامر اليهود باتباع الفضيله والبر مع بعضهم البعض والتقوى امام الله، ومن ثم يعتمدون. يعني انا بتكلم عن شخصيه يوحنا المعمدان كما جاءت في الاناجيل، وبعد كده بيعتمد، بس هو ما هنا ما بيعتمدش على الاناجيل، هو بيعتمد على ان في العصر اللي هو عاش فيه كانت قصه يوحنا المعمدان مشهوره، لان كان كل اليهود بيؤمنوا وبيعترفوا انه نبي، ولما يجي قتله هيرودس نتيجة انه وقف ضد هيرودس، ان هيرودس كان بيحب هيروديه زوجة اخيه،
وما ينفعش ان يطلقها وياخدها، فقتل جوزها عشان يتجوزها. فيوحنا قال له لا يحل لك، دخل السجن، ونتيجه لذلك بعد كده قطع راسه عشان ما يخشش في مواضيع كتير يعني. فهنا يبقى شهد ليعقوب اخو الرب، وشهد لاخو يسوع، بمعنى وقت ما كتب كانت يسوع دي شخصيه مشهوره ومعروفه جدا كويس، وبعد كده شهد ليوحنا المعمدان. لكن هو كتب نص، ما زال هذا النص موضع حوار ومجادله ومناقشه بين العلماء. نقرا النص الاول شوف كتب ايه وبعد كده نعلق عليه. يقول ايه؟ كان في ذلك الوقت رجل حكيم اسمه يسوع، لو كان من اللائق ان ندعوه رجلا، يعني لو هو شايف انه اكبر من الراجل، وجذب اليه الكثيرون من اليهود والامم على حد سواء، وكان هو المسيح. كلمة كان هو المسيح دي صعبة شوية، ونتيجة لأن لو كان يوسيفوس آمن أن يسوع هو المسيح كان هيبقى مسيح، هيؤمن على طول كويس. ونتيجة لاستنكار الرجال القادة بيننا له، أصدر بيلاطس الحكم عليه بالصلب، ولم يتوقف أتباعه الذين أحبوه منذ البداية عن حبه، وظهر له حيا وظهر لهم حيا مرة أخرى في اليوم الثالث كويس، كما تنبأ أنبياء الله عن هذه الأشياء وعن آلاف الأشياء العجيبة المختصة به، ولا تزال جماعة المؤمنين المدعوين على اسمه بقية حتى اليوم. كلام يوسيفوس هنا بيأكد اعتراف كامل بالمسيح، بس لو كان ده نص كلامه حرفيا ما كانش بقي يهودي، كان بقى مؤمن. عشان كده العلماء قعدوا يدرسوا هذا الموضوع وصلوا لثلاث نتائج. فريق منهم قال ان النص الاساسي صحيح بالكامل اللي انا قريته دلوقتي، بس ده موقف عدد قليل من الدارسين وانا واحد منهم. الفريق الثاني قال بان النص بكامله من تاليف المسيحيين، وهذا موقف اقليه ايضا، واحنا ضد هذا الموقف لان المسيحيين مش هيالفوا حاجه زي كده. الفريق الثالث بقى بيقول من يقول بان النص يحتوي على بعض الامور التي اضيفت الى الاصل كتبه يوسيفوس بشان يسوع، وهذا موقف الغالبيه العظمى اليوم خاصه في ضوء النص الذي وجد في المخطوطه العبريه. انا شخصيا مع هذا الراي ايضا، اللي هو ايه؟ ان بالفعل فيه نص اصلي كتبه يوسيفوس، لكن يبدو ان احد المسيحيين في احدى المخطوطات كتب النص او زود او كتبه بالصيغه اللي انا قريتها من شويه. لكن نشكر الله وجدت مخطوطه عربيه، الكل العلماء تقريبا او العلماء يعني او الغالبيه العظمى العلماء بترى ان هذا النص هو النص الصحيح اللي كتبه ايه؟ يوسيفوس، لان كلام منطقي وطبيعي انه يكتبه يهودي غير مؤمن بالمسيح. بيقول ايه في النص ده؟ وفي ذلك الوقت كان هناك رجلا حكيما يدعى يسوع، وكان صالحا واشتهر بالفضيله، وتتلمذ له الكثيرون من اليهود والامم الاخرى. حكم عليه بيلاطس بالصلب والموت، اما تلاميذه فلم يتركوا تعاليمه، بل اشاعوا انه ظهر لهم بعد 3 أيام من صلبه انه حي، وربما كان هو المسيح الذي تنبأ الانبياء بعجائبه. العلماء هنا لاحظوا ان النص ده سهل قوي يكتبه يهودي. ليه؟ لانه واضح بيقول انه هو كان صالح اشتهر بالفضيله، دي ما حدش ينكرها. كويس؟ تتلمذ له الكثيرين من المسيحيين واليوم الاخرى، دي كانت حقيقه في ايامه. حكم عليه بيلاطس بالصلب والموت، وده اما تلاميذه فلم يتركوا تعاليمه، بل اشاعوا انه ظهر لهم بعد 3 أيام من صلبه انه حي. كلمه اشاعوا دي يقولها يهودي، ويوسيفوس في الاصل كاهن يهودي كويس، وربما كان هو المسيح الذي تنبأ الانبياء بعجائبه. نلاقي النص هنا مقبول، ممكن يكون المسيح كويس. النص هنا العلماء لما درسوا النص لقوا ان نفس النص هو الموجود في المخطوطه اليونانيه كويس، وان النسخه العربيه يعني لما درسوها مع بقيه كتابات يوسيفوس الاخرى، انه كتب 4 مجلدات ضخمين عن اسمها انتيكويتيس اوف ذا جيوش بالانجليزي، عاديات اليهود او تاريخ اليهود من ادم لحد ايامهم، سجل بيه حسب التقاليد اليهوديه، وده كتاب مفيد جدا ورائع جدا، كتاب مفيد ورائع جدا كويس. فلما درسوا لقوا نفس اسلوب المخطوطه العربيه،
في أصله اليوناني، هو أسلوب يوسيفوس وخط ولغة يوسيفوس وبنفس المفردات اللي استخدمها يوسيفوس وإن يوسيفوس استخدمه وهو بيتكلم عن شخصيات زي داود وسليمان في النص العبري. وبعدين يقول لنا إن يسوع ربح كثيرا من اليونانيين، ده بيورينا ملاحظته هو الشخصية. إذا هنا يوسيفوس يكشف لنا عن ثلاث حقائق. رقم واحد إن يعقوب أخو يسوع، فيشهد ليسوع وليعقوب. يذكر لنا قصة يوحنا المعمدان كما كانت متداولة بين الناس اليهود والمسيحيين في الوقت ده، وكما هي مسجلة في الإنجيل. ثلاثة، يقول إيمان المسيحيين زيه زي بيت المؤرخين اليونان، يقول إيمان المسيحيين إن المسيحيين دول بيؤمنوا بكذا وكذا. تاني النص باللغة العربية في المخطوطة العربية اللي هي لوها في الأصل اليوناني. وفي ذلك الوقت كان هناك رجلا حكيما يدعى يسوع، دي ما فيش جدال عنها، وكان صالحا وشهر بالفضيلة، هذا لا جدال. وتتلمذ له الكثيرون من اليهود والأمم الأخرى. حكم عليه بيلاطس بالصلب والموت، أما تلاميذه فلم يتركوا تلاعليمه بل أشاعوا. كلمة أشاعوا دي اللي قالها اليهود وقالها الكهنة والكتبة والفريسيين، إنه ظهر لهم حي بعد 3 أيام من صلبه وإنه حي. فبيعتبر إن موضوع قيامة المسيح ده حاجة أشعها تلاميذه. في الوثيقة اللي عرفتها الأولى لا بيتكلم عنها كأنها حقيقة، ولو اتكلم لو الوثيقة الأولى كان بالفعل كاتبها يوسيفوس كان بقي مسيحي، لكن هذا النص بيأكد ان الكاتب يهودي من خارج المسيحية. فدي شهادة مبكرة جدا ان هو مات سنة 100 ميلادية، يعني كتب الكلام ده حوالي سنة 80 ميلادية او قبل كده بشوية. كويس، لان هو طبعا عصر حرب، يعني لما تكون مواليد 36 والحرب حصلت في سنة 70، يعني وقتها كان عنده تقريبا 34 سنة، يعني كان شخص ناضج وكان كاهن. كويس، فلو كتب أورشليم تم دمارها سنة 70 ميلادية، هيكتب في الفترة من 70 ل 80. فهو هنا بيشهد لإيمان المسيحيين في الفترة من سنة 70 ل 80 ميلادية. وكمان لما نرجع لورا، لا هو عاش 34 سنة قبل دمار أورشليم، يعني بيتكلم عن إيمان المسيحيين قبل سنة 70 ميلادية وبعد سنة 70 ميلادية. وهذا ما يؤكد لنا حقيقة وتاريخية وصحة كل حرف في العهد الجديد، لأنه هو هنا ما قالش الآية الفلانية والآية العلانية، لا هو بركز على الحقائق الأساسية. رقم واحد إن المسيح حكم كان حكيم، رقم اثنين الشهر بالفضيلة، رقم ثلاثة اتحكم عليه بالصلب، صلبه بيلاطس البنطي، تلاميذه أشاعوا إنه قام الأموات، يعني شهد لخمس حقائق جوهرية هي بطبيعة الحال ملخص الإيمان المسيح أو ملخص الإنجيل. العلماء لاحظوا إن النص اللي هو في اللغة العربية ده اللي ذكر فيه يسوع موجود في جميع المخطوطات اليونانية للكتاب التاريخي اليهود، فهو ده النص الأدق والأصح. ومش بمجرد انه بيقدم يسوع كرجل حكيم بس، انما تعبير هذا التعبير لم يستخدمه المسيحيين. المسيحيين ما قالوش ان المسيح رجل حكيم، لا، المسيحيين تكلموا عن المسيح باعتباره كلمة الله، حكمة الله، صورة الله، بهاء مجده ورسم جوهره. فهذا التعبير لشخص غير مسيحي، إلى جانب قوله إن يسوع ربح كثيرين من اليهود. إن شاء الله في الحلقة القادمة بنعمة المسيح هنتكلم عن ما ذكره التلمود وبعض علماء اليهود الآخرين، وهنعتمد فقط على الكتابات الموثقة اللي شاهد العلماء لصحتها، لأن في كتابات كثيرة محتاجة تدقيق تاريخي فمش هنعتمد عليها بالمرة. احنا في البحث العلمي، لان كلامنا كده سواء في الكتابة او اللي بتكلم فيه هو بحث علمي بنسبة 100%، لا نتكلم الا
ما يتفق العلماء على موثوقيته وصدقه وحقيقته. نكمل الحلقة الجاية. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة تعطيه روح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على نور المسيح. بعد ما اتكلمنا عن المؤرخ اليهودي يوسيفوس وما كتبه عن شخص الرب يسوع المسيح وعن يعقوب أخو الرب يسوع المسيح وعن يوحنا المعمدان وشهادته لصلب أو لمحاكمة وصلب وإيمان المسيح بقيامته، نشوف إيه اللي جه في التلمود. التلمود طبعا اتكتب في الفترة أو اتجمع واتكتب في الفترة من سنة 70 لسنة 200 ميلادية. بيدينا شهادة صريحة على صلب المسيح لكن من وجهة نظر يهودية بعد. يقول لنا إيه؟ علق يسوع في ليلة الفصح، وده اللي حصل بالفعل. ولكن قبل تنفيذ الحكم لمدة 40 يوم صار المنادي معلنا أنه سوف يرجم لأنه مارس السحر وضلل إسرائيل، وأي شخص يمكنه أن يدلي بأي شيء في مصلحته فليتقدم للدفاع عنه، ولكن إذا لم يكن هناك ما يمكن أن يبرئه فهذا يؤدي به إلى أن يعلق في ليلة الفصح. طبعا هم ده كلام كتبوه في التلمود تداولوه بينهم وبين بعضهم، يعني ما هوش حقيقي، لكن الحقيقي شهادتهم أو شهادة التلمود إن المسيح علق على الصليب أولا، فبيقولوا إنه تعلق في ليلة الفصح وده اللي حصل. كويس، بيأكد لنا طبعا نيتهم المسبقة على 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 قتله. بيوصفوا معجزاته بالسحر، ما هي دي دايما حتى الملحد في العصر الحالي لما نشوف معجزة لك سحر، يعني ايه سحر؟ طب ما لو في سحر يبقى في قوة غير معلنة. ما هو السحر ده نوعين، نوع بيبقى خفة يد، ونوع تاني لا، ممكن نوع تاني يبقى علاج نفسي، زي مثلا واحد صدم صدمة فيصيب بشلل نفسي، فمن السهل اول دكتور نفساني يعالجه. لكن اللي هو مقعد طول حياته ازاي يبقى ايه وبعدين يخف؟ المولود اعمى واللي خلق له عينين ازاي يكون ده بالسحر؟ هم وصفوا كل شيء بالسحر، لكن ما يعنينا دي شهادة منهم على معجزاته. كويس، فهو هنا بيقدم لنا اعترافين كلام التلمود، رقم واحد صلبه، رقم اتنين معجزاته اللي هم عشان يبرروا نفسهم بسبب رفضهم للإيمان به أو عدم الاعتراف به كالمسيح المنتظر، إن اللي عمله ده كان نوع من السحر. كويس، هذه هي شهادة اليهود ما بين التلمود اللي كتب من وجهة نظر يهودية بحتة، يوسيفوس اللي كتب كمؤرخ، وطبعا شايفين المؤرخ يتفق تماما في فكره مع المؤرخين الرومان واليونان وغيرهم اللي هنشوفه في الحلقة القادمة. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة تعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على نور.